مو هي بطلة نسوية أمريكية في كوف إكس 2، وهي واحدة من 10 كنوز في اليابان. كنزها هو سيف ياتسوكا. هي طالبة عادية في مدرسة ثانوية تقيم في أمريكا. في أحد الأيام، وجدت كيو جريحا حيث هزم أوروتشا للتول. تشعر بالقلق لسلامته فعالته. بعدها قررت أن تعمل جنبا إلى جنب معه في بطولة كوف. مو هي فتاة عطوفة، تكسب الأصدقاء بسرعة وتهتم بعمق بهم. تعتبر كيو أخوها الأكبر.